هنتكلم دلوقتي على الانتي ماسكارينيك بقى. انتي ماسكارينيك هي الادويه اللي بتقفل الماسكارينيك ريسبتورز. اللي هتقفل الماسكارينيك ريسبتور يبقى هتديني افكت عكس الستيميوليشن اوف ماسكارينيك ريسبتور. الانتي ماسكارينيك في عندي نمره واحد في اللي هو الاتروبين. اتروبين ده اشهر حاجه, والاتروبين ده كان جاي ده حاجه ناتشرال, وده تيرشري امين. تيرشري يعني بيعدي البلاد برين بارير وبيشتغل على السي ان اس, وكنا بنطلعه من نبات اسمه بيلادونا اتروبا. بيلادونا, بيلادونا هي اللي هي بترجمتها بالعربي اللي هي المرأة الجميلة. طبعا يعني هي مش فكرة جميلة, هي بفكرة ان هي هنشوف دلوقتي الاتروبين بيحمر الوش والاتروبين بيوسع العين, فيعني كان بيدي صفة من صفات الجمال اللي هو ان وشها يبقى احمر. فطبعا ده اللي هو من نبات اسمه بيلادونا. الاتروبين ستيل حاجة بتشتغل على كل السيستمز عندنا, وبالتالي ابتدينا نفكر ان احنا نطلع بقى بدايل للاتروبين. فطلع حاجة اللي هو حاجة زي الهيوسين. الهيوسين ده برضو بنسميه سكوبولامين, والسكوبولامين ده برضو حاجة ناتشرال وتيرشري وبنستعمله برضو. وطلع بعد كده حاجة اسمها اتروبين سبستيتيوت, بدائل الاتروبين. يعني ايه اتروبين سبستيتيوت؟ اتروبين سبستيتيوت دي اتروبين بس الى حد ما مور سبيسيفيك على بعض الاورجانز, وبالتالي اقدر استعملها احسن في الاورجان. لو في عندي حاجه معينه للاتروبين حد فيها الاتروبين سبستيتيوت. الاتروبين سبستيتيوت حلت محل الاتروبين في بعض الانديكيشن, لكن ستيل الاتروبين ليه سبيسيفيك انديكيشن, وهنتكلم على الاستعمالات دي بعد ما نشوف الفارماكولوجيكال اكشن بتاعها. في عندي ادوية تانية هي مش بيلونج للمجموع ده, بس حاجة نقول هي دراجز ويز اتروبين لايك اكشن. دراجز ويز اتروبين لايك اكشن دي يعني انك خد بالك وانت بتستعملها, خد بالك انها ليها اتروبين لايك اكشن, ممكن تديك اكشن زي الاتروبين. دي بقى مثلا حاجه زي اللي هم الفيري جينيريشن انتي هيستامين, في حاجه زي الانتي اريزميك كلاس 1 اي انتي اريزميك, بس دي بيبقى لها اتروبين لايك اكشن, مش هستعملها كاتروبين. لكن وانت بتكتبها في مرض تاني خد بالك ان ليها اتروبين لايك اكشن, وده ممكن يعمل لك ادفرس افكت زي الاتروبين. تعالوا نشوف الاول, نتكلم على البروتوتايب او اللي هو الاتروبين, ونشوف ايه الفارماكولوجيكال اكشن بتاع الاتروبين. الاتروبين نمره واحد, طبعا احنا قلنا ده تيرشري فهيعدي البرين. على السي ان اس بيعمل ايه؟ الاتروبين بيعمل حاجتين. نمره واحد طبعا بيقلل شغل الاسيتايل كولين في حتتين مهمين قوي, بيقلل الاكشن, بيقفل لي الام 1 ريسبتور. حد فينا فاكر الام 1 ريسبتور كانت فين؟ كانت موجوده في الفوميتنج سنتر, وكانت موجوده في البيزل جانجليا. هفكركم الاسيتايل كولين لما بيزيد بيعمل فوميتنج, وخصوصا في اللي هو حالات الموشن سيكنس اللي هو الدوار. والاسيتايل كولين لما بيزيد في البيزل جانجليا ده بيبقى اسوشيتد مع مرض الباركنسون ديزيز. كمان الاتروبين ممكن يعمل ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر. في حاجه ممكن يعملها بس انا مش بحب قوي تلزق في دماغنا, لسبب انها ما بنشوفهاش كتير, احتمال نشوفها واحتمال كبير لا. يعني حاجه مش كومن ان هو يبدا يعمل انيشال ستيميوليشن للفيجن نيوكليس فيعمل انيشال براديكارديا. دي حاجه ما بنشوفهاش كتير. يعني الطبيعي بتاع الاتروبين انه يعمل يقفل شغل الماسكارينك على الاس اي نود فيعمل تاكيكارديا. لو عمل انيشال براديكارديا دي حاجه مش بنشوفها كتير,
ممكن كده تبقى حاجة ترانزينت وتعدي كده، او في حالات كتير ما بشوفهاش. يبقى هو مينلي ستيمولات ريسبيراتوري سنتر، هو بيقلل شغل الاسيتايل كولين في حتتين، في الفوميتنج سنتر وفي البيزل جانجليا. لو عمل انيشال براديكارديا نتيجة الفيجال ستيمولاشن ماشي، بس دي مش حاجة كومن. خلينا فاكرين ان الاتروبين بيعمل تاكيكارديا مش بيعمل براديكارديا، عشان ما حدش يتلخبط ويفتكر ان البراديكارديا دي حاجة بنشوفها كتير مع الاتروبين. طب على الهارت والبلود فيسلز الاتروبين هيعمل ايه؟ نمرة واحد، اتروبين هيقفل المسكارينيك ريسبتور على الاس اي نود وعلى الاي في نود، فهيعمل ايه؟ هيعمل تاكي كارديا، يزود لي الهارت ريت ويسرع الاي في نود كوندكشن، يبقى ممكن استفيد بيه في حالات الاي في بلوك. تاني ممكن برضه يعمل لي انيشال برادي كارديا. نفتكر مع بعض، ادي النيورون بيبقى فيه هنا ام 2، والام 2 دي كانت انهبيتوري للاسيتايل كولين تمنع، فاحتمال يقفل دي الاول قبل ما يقفل الام 2 اللي في الايه، في الاس اي نود. لو قفل الانهبيتوري عملت انهبيشن للانهبيشن، فيزيد الاسيتايل كولين في الاول يعمل انيشال برادي كارديا. يعني الانيشال برادي كارديا ممكن نتيجه انيشال ستيميوليشن للفيجاس او انيشال بلوكيد للبري سينابتيك ام 2 ريسبتورز. مش عايز دي تثبت في دماغنا، انا عايز اللي يثبت في دماغنا ان الاتروبين يعمل ايه في الهارت ريت، يعمل تاكي كارديا. الاتروبين بيعمل تاكي كارديا. الانيشال افكت ده ممكن ما اشوفوش خالص مع العيان، احتمال بسيط جدا ان اشوفه، ممكن اشوفه في اكسبيريمنتال انيمال، لكن مش كومن اني اشوف البرادي كارديا. فالاتروبين تاكي كارديا، الاتروبين تاكي كارديا مش برادي كارديا. هيعمل ايه على البلاد فيسلز؟ هنا في ام 3، هيقفل الام 3. نرجع نفتكر، هي الام 3 انرفيتد؟ لا. ليها دور في الكنترول اوف بلاد بريشر؟ لا. يعني انت قفلت حاجه ملهاش اي دور في الكنترول اوف بلاد بريشر، فنو افكت على البلاد بريشر، نو افكت. اتروبين ملوش دايركت افكت على البلاد بريشر، لانه قفل ريسبتور هي مش سبلاي، مش ملهاش نيرف سبلاي، وكمان ملهاش دور في الكنترولينج اوف بلاد بريشر، فملوش افكت على البلاد بريشر. يبقى المين افكت اللي يلزق في دماغنا مع الاتروبين تاكي كارديا، يسرع الاي في نود كوندكشن. الاتروبين هل ليه علاقه بالفنتريكل؟ لا، لان مفيش ام ريسبتور او مفيش فيجال سبلاي على الهارت. على البرونكاي هيعمل ايه البرونكاي؟ ها، هيعمل برونكو دايلاتيشن ويقلل السكريشن. يبقى عمل دايلاتيشن في البرونكاي وقلل السكريشن. بمناسبة تقليل السكريشن، هو هيقلل كل السكريشن. سكريشن زي ايه؟ تعالوا نبص. لاكريمال سكريشن، الدموع اللي في العين. الدموع اللي في العين دي لما تقل بيعمل حاجة اسمها دراي ساندي اي. يعني ايه دراي ساندي اي؟ تبقى العين جافة وفيها زي كده عم بيحس ان فيها زي حبات رمل في عينيه، لان مفيش ميه في، او مفيش الدموع دي اللي هي بتدوب حبات الرمل دي. ممكن يقلل السلايفا فيحصل له دراي ماوس، فيحصل له دراي ماوس. ممكن يقلل السويت سكريشن. في السويت سكريشن ده ايه فايدته؟ ده بيكنترول درجه الحراره بتاعه جسمنا. فهنا بما ان انا وقفت السويت سكريشن، احتمال الحراره تزيد بتاعه الجسم عندنا لو اديت طبعا دوز عاليه من الاتروبين. اقل حاجه ياثر عليها هي الاتش سي ال،
واحنا اتفقنا قبل كده انه يعني دور الاتروبين في الاتش سي ال ضعيف، عشان كده ما بقيناش بنستعمله في حالات البيبتيك ألسر، تراجع جدا 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 استعماله في حالات البيبتيك ألسر. يبقى على السكريشن دراي اي، دراي ساندي اي، دراي ماوس، دراي سكين، وده ممكن الحرارة ترتفع وحيقلل لي البرونكيال سكريشن وما يأثرش قوي على ال HCL بتاعة المريض اللي بياخد أتروبين. طيب باقي الماسكارينك في عندي على الجي اي تي والبلادر، هيعمل ايه؟ الام 3 كانت بتعمل ايفاكيويشن، فهو يعمل ريتينشن. ريتينشن ازاي؟ ريتينشن ريلاكس الوول وكونتراكت الاسفنكتر، ريلاكس الوول وكونتراكت الاسفنكتر. يعني العيان ده برضو خد بالك ان هو ممكن يحصل له يورين ريتينشن او يحصل له كونستيبيشن من الاتروبين. هاجي بقى على حتة في الاتروبين ونحاول عشان نلم بقى الجزء بتاع اللي هو الافكت على الاي. تعال نبص كده في الاي. نمرة واحد، انا كان عندي الام 3 بتشتغل على اللي هم الكونستريكتور بيوبيلي وبتعمل مايوسز، ودي فيها ام 3 اهي. الاتروبين هيقفل دي، الاتروبين لما يقفل الام 3 هيحصل مدرياسز. المدرياسز ده، طب ما هو مش احنا لما كنا نفتكر كده زمان لما كنا بنعمل ستيميوليشن للالفا 1 في المصل اللي هي اللونجيتودينال المصل دي كنت بعمل مدرياسز؟ ايه الفرق بين المدرياسز بتاع الاتروبين والمدرياسز بتاع الالفا 1 اجونست؟ المدرياسز بتاع الالفا 1 اجونست كان نتيجه كونتراكشن في مصر، عشان كده بنسميه اكتف. اكتف ليه؟ لان انا عملت كونتراكشن واستهلكت اي تي بي، فدي حاجه اكتف دفعت ثمن. انا في الاتروبين عملت مدرياسز، بس عملت ايه؟ عملت باراليسز في كونستريكتور بيوبيلي، عملت باراليسيس في مصل، دفعت اي تي بي؟ لا، فده بنسميه باسيف مدرياسيس. يبقى ده باسيف مدرياسيس. الالفا 1 اجونست بتعمل اكتف، لكن ده الاتروبين بيعمل باسيف مدرياس. دي نمره واحد. نمرة اتنين، اتفقنا طبعا ان هو هيأثر على الدموع بتاعة العين فهيعمل دراي ساندي اي. طيب ايه تاني بقى يعمله الاتروبين؟ تعالوا نفتكر، ادي شكل العين اهو، ادي الايرس وادي اللينس. اللينس دي ماسكة في ايه؟ ماسكة في ليجامنت اهي، وادي السيلياري بودي واللينس. واتفقنا ان انا كان عندي حاجه اسمها سيلياري ماسل، السيلياري ماسل دي فيها ام 3، والام 3 دي اما يحصل فيها كونتراكشن الليجامنت ترخي واللينس تبقى مور كونفكس. وكنت بستفيد بيها في ايه دي؟ بستفيد بيها ان انا اشوف الحاجه القريبه. طيب انا جيت رحت بالاتروبين عامل ايه؟ عامل قفلت الام 3، مفيش كونتراكشن، ما حصلش ريلاكسيشن في الليجامنت، فاللينس تفضل زي ما هي كده. ده هيفرق معايا في ايه؟ ان انا مش هعرف اشوف الحاجه القريبه، علشان كده بنسمي الاكشن ده سايكلو. سايكلو يعني لينس، بليجيا يعني شلل، شلل في اللينس، اللينس
مش هتبقى مور كونفكس، فمش هعرف اشوف الحاجه القريبه. يبقى في فرق بين الاتروبين والالفا 1 اجونست عشان نفتكرهم مع بعض. الالفا 1 اجونست فقط بتعمل اكتف ميدرياسز، ملهاش دعوه خالص بالحته دي، ماليش دعوه. الاتروبين بيعمل حاجتين، بيعمل باسيف ميدرياسز، باسيف نمرة اتنين، بيعمل سايكلوبليجيا، ودي حاجة خاصة بالأتروبين. الباسيف ميدرياسيس والسايكلوبليجيا ده خاص بالأتروبين. لسه لما تعمل بقى ميدرياسيس هتوسع الايرس. ما ننساش كان هنا في ايه؟ في اللي هي الكنال اللي هو بيحصل منها درينج للإكوس اللي جوه العين. انت لما هتوسع دي في احتمال انك تقفل الكنال، فالدرينج يقل، ولما الدرينج يقل ممكن الضغط الميه جوه العين يزيد، وممكن الانترا اوكولار بريشر يزيد جوه العين. يبقى عندي الاتروبين على العين باسيف ميدرياسيس، سايكلوبليجيا مفيش، اللينس ما بتتحركش. نمره ثلاثة، هيقلل في ريسك انه ما يعمل ميدرياسيس، يقلل يقفل الدرينج فيزيد ضغط الميه جوه العين فيعمل لي زياده في الانترا اوكولار بريشر، وده ادفرس افكت خطير جدا من الاتروبين جدا. اي عيان عنده حاجه اسمها نارو تشامبر، يعني الشامبر دي لو صغيره عامله كده، يعني في واحد يبقى مولود مثلا اهي ادي العين، ادي الشمبر عامله كده ضيقه، هي اصلا نارو مش هتستحمل القفل. فاي مريض عنده نارو شمبر انتيريور شمبر ممكن جدا لو خد اتروبين يقفل له الدرينج ويخش مني في الجلوكوما. يبقى ده الفارماكولوجيكال اكشن بتاع الانتي ماسكارينيك. بسرعه في السي ان اس انا هقلل شغل الاسيتيل كولين في الفوميتنج والبيزال جانجليا، هستفيد بيهم في الفوميتنج وفي الناس اللي عندهم باركنسون، هيعمل لي ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر انيشال براديكاردا، واتفقنا دي خليها على جنب. اتروبين على الهارت تاكيكارديا يسرع الاي في نود كوندكشن، ملوش افكت على البلاد فيسلز، هيعمل برونكو دايلاتيشن ويقلل السكريشن في اللنج، هيجي على الجي اي تي والبلادر يعمل لي ريتينشن، ريتينشن ريلاكسيشن في الوول، كونتراكشن في السفنكتر. الاتروبين على السكريشن يقلل السويت فيحصل دراي سكين وممكن الحراره تزيد، هيعمل دراي ماوس وهيعمل دراي اي، ما بيأثرش قوي على ال اتش سي ال. الاتروبين على الاي باسيف ميدرياسيس سايكلوبليجيا، احتمال يقفل لي الدرينج فالضغط الميه جوه العين يزيد ويعمل للمريض ده جلوكوما او يزود الانترا اوكولار بريشر مع المريض ده.